الحريري الذي قدم كامل الدعم. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل في العناوين. امبارح صارت الجريمة، أنا كنت وأمي كانت، ما شفنا إلا واحد نط وبلش عبط عليها. فاطمة خيزران ضحية جديدة من ضحايا العنف الأسري، طليقها يقتلها أمام أعين ابنتها وجاراتها. المجلس الدستوري ينظر في الطعن بقانون الضرائب بعيدا عن الأضواء، وجلسة ثانية الأربعاء. القضاء العراقي يصدر أمرا لوقف استفتاء كردستان وسط تهديدات إيرانية ومناورات تركية. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد. الحكومة السعودية تضع مجموعة أوعية تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الرياضة، هاملتون يخطف الفوز في سنغافورة بعد حادث مأساوي لثنائي فيراري. أهلا بكم. هزت منطقة حارة صيدا مساء أمس جريمة مروعة ذهبت ضحيتها الفلسطينية فاطمة خيزران، التي قتلت بدم بارد على يد طليقها نعيم الخالدي الذي أقدم على إطلاق النار عليها أمام ابنتها. فاطمة خيزران ضحية جديدة تنضم إلى ضحايا جرائم العنف الأسري في لبنان. بدم بارد قتلها زوجها السابق أمام أعين ابنتها وجيرانها. وفي التفاصيل أن طليقها نعيم الخالدي اقتحم منزل زوجته السابقة الكائن في منطقة تعمير الحارة في صيدا، بعدما تسلل إليه من على الشرفة أثناء وجودها وابنتها وأحدى جاراتها وابنة الأخيرة والخادمة في المنزل. توجه مباشرة نحوها فحاولت الاستعانة بجارتها، لكنه سارع بإطلاق النار عليها من بندقية صيد كانت بحوزته فأرداها على الفور. امبارح صارت الجريمة، أنا كنت وأمي كانت، ما شفنا إلا واحد نط وبلش عبط عليها ومسكتني قالت لي دخيلك الله يوفقك انجديني. أول ضرب ضربها، يا تاني ضرب يا حرام قلبت الكرسي، قلبت أنا وياها عن الكرسي، وردت بنتها ركضت نور، يا أمي. أما إجا ابن جارة مسكها يا نور ولمت العالم. وفي وقت لاحق من ليل الأحد قام الجاني نعيم الخالدي بتسليم نفسه إلى القوى الأمنية في نظارة قصر عدل صيدا، واعترف الخالدي بجريمته قائلا إنه كان على نزاع مع زوجته السابقة إثر خلافهما على ملكية المنزل وتقسيمه، وأنه كان ينوي الانتحار بعد ارتكاب الجريمة، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة وفضل تسليم نفسه. اللي قتل امبارح نعيم الخالدي اللي نزل ونط على البرندة بشكي يا رب العالمين، والدولة تاخد حق تعدمه اعدام يا نعيم، الله ياخد له حقه يا اختي يا رب من نعيم، بشكي يا الله، والدولة لازم تعدمه عشان اختيت اختي اللي حرمنا منها. زوجة جديدة تقتل على يد زوجها أو طليقها، هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل غياب قوانين رادعة تحمي النساء من العنف. وفي بلدة كفر الجنوبية حادث مأساوي آخر سببه السلاح لكن عن طريق الخطأ، فقد قضت المواطنة ميم حاء بطلق ناري أطلقه طفلها البالغ من العمر 5 سنوات عندما ضغط على زناد بندقية صيد كان يلهو بها فأصابها في بطنها ما أدى إلى وفاتها على الفور. بعيدا عن الأضواء، انعقد المجلس الدستوري للنظر في الطعن بقانون الضرائب المقدم من حزب الكتائب، وقد انتهت الجلسة من دون صدور أي قرار على أن تبقى جلساته مفتوحة. وستعقد الجلسة الثانية بعد غد الأربعاء ضمن المهلة القانونية المحددة، أي 15 يوما من تاريخ جلسة اليوم. وكان المجلس قد أصدر بيانا أوضح فيه أن القرار يصدر في غرفة المذاكرة ويوقع من الرئيس،
من جميع الأعضاء الحاضرين، وأشار إلى أن رئيس المجلس الدستوري وأعضائه ملتزمون بسرية الاجتماع، لذلك يجري التداول في دستورية القانون المطعون فيه بعيدا عن الأعلام. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أمل خلال مؤتمر صحفي عقده في الصيف أن يرد المجلس الدستوري قانون الضرائب، واعتبر الجميل أن من غير المقبول تأجيل الانتخابات الفرعية. إجراء الانتخابات الفرعية فورا، ومن ثم الالتزام بمواعيد الانتخابات النيابية، والاستغناء عن بطاقة المغناطة بأول جلسة لمجلس النواب، تنشال هالفقرة نهائيا ونرجع على ما كنا عليه. يقدر واحد يصوت بالباسبور أو بالبطاقة أو بالإخراج الأيد. رح أترك مجلس دستوري يعمل شغله، بس برجع بقول أنه مجلس دستوري عم بينظر بدستورية هيدي الضرائب، مش على مضمونة إذا منيحة أو مش منيحة. نحن عم نطعن بطريقة إقرارها وعم نطعن بدستوريتها، إنما كلها مش مظبوطة بحق الشعب اللبناني، وهيدي مش شغلة مجلس الدستوري أنه يقر فيها، هيدي شغلة النواب، والنواب قالوا كلمتهم وقالوا أنه هيدي الضرائب منيحة للبلد أكترية مجلس النواب. من جهته وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الانتخابات النيابية المقبلة بالأساسية جدا. جعجع خلال استقباله وفدا من جهاز الشؤون الاجتماعية في معرب دعا المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في الانتخابات النيابية، وقال بدل النقد والتصويت عكس قناعاتهم يجب على كل المواطنين اللبنانيين أن يدركوا أن المفتاح بيدهم، وبالتالي عليهم التصويت للأشخاص القادرين على التغيير فعليا، إذ أن من يقوم بالهدر والفساد داخل الدولة معروف، فهل تصوتون لهم من جديد؟ وكان مجلس الوزراء قد أنجز ما تبقى من آليات لتطبيق قانون الانتخاب، فأقر أمس بالإجماع البطاقة البيومترية وآلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية. وأوضحت مصادر وزارية للمستقبل أن ما تقرر يقضي باعتماد بطاقة هوية وفق بيانات شخصية جديدة، بدلا من اعتماد بطاقة انتخابية ممغنطة. الحكومة أقرت أيضا آليات التسجيل الإلكتروني للمغتربين، لكنها لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن التسجيل المسبق للناخبين الذي يتيح للناخب الاقتراع في مكان سكنه من دون حاجة للانتقال إلى مسقط رأسه. حوالي 3 ساعات استغرقها الوزراء في مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 38 بندا عاديا برئاسة الرئيس سعد الحريري وغياب 9 وزراء، موضوعان من خارج جدول الأعمال استحوذا على الاهتمام على أبواب الانتخابات النيابية، البطاقة البيومترية وتصويت المغتربين اللذين أقرا. إذن مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى عين التين لنستمع إلى مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب نبيه بري. واعتبار ما ورد في الأسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال، المادة الوحيدة أولا تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44، يعني انتخاب أعضاء مجلس النواب، لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي استثنائيا بتاريخ آخر العام هذا، بتاريخ 31/12/2017، على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عنها في القانون، بعد إجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل. ثانيا يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. هذا بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب. بالنسبة لمواضيع النفط، تعلمون أنه يوجد جلسة تشريعية غدا وبعد غد. هذه الجلسة التشريعية على رأس جدول أعمالها القانون رقم 391، أي وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقا للقانون 132 تاريخ 2010. هذا القانون
من الضرورة بمكان لإطلاق ورشة النفط، وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة أمام من يرغب في الحفر وفي الاستثمار بالنسبة لهذا الموضوع، ولكنه بنفس الوقت برأيي أنا هو الباب الذي يفتح الآن إذا كان الهدف فعلا أن لبنان يخلص من ديونه، أن يترافق هذا القانون الذي لا شك أن مجلس النواب سيعالج الأمر غدا، والذي يجب إقراره والكتلة مع هذا الإقرار. عندئذ رأينا أنه أيضا يجب أن يتبع إقرار هذا القانون القوانين التالية: أول، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص هذا الصندوق لأجل سداد الدين على الأقل، أو استثمارات لأجل مصلحة هذا السداد. الكتلة وقعت قانون السيادة هذا من الزميلين أنور الخليل وياسين جابر، وغدا سيتقدم هذا القانون، قانون السيادة البحرية. القانون الثاني هو قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم الكتلة الأسبوع المقبل في قانون الشركة الوطنية، الأسبوع المقبل ستتقدم باقتراح قانون من قبل أحد أفراد الكتلة أو أحد أعضائها الأسبوع المقبل، وبعده قانون البر كي يلاقي البر موضوع البحر أو المياه الإقليمية. هذا ما رغبت أن أعلن عنه، آملا إن شاء الله أن نكون بهذا الأمر نخدم لبنان ومصلحة لبنان فوق كل شيء. يا دولة رئيسة، معلوم حضرتك دولة رئيسة، يعني هاي تاني مرة بتحكي عن موضوع إجراء الانتخابات إذا مش جاهزين، بس اليوم عم بتحط القوى الأخرى أمام أمر واقع من خلال هذا القانون المعجل المقرر، لأنه امبارح اتفق خلافا لأحكام القانون الجديد على بطاقة هوية بيومترية وليس بطاقة ممغنطة. نعم، متفق اتفق على بطاقة ممغنطة، بطاقة بيومترية، ولكن وقلنا نحن ما فينا إلا نمشي بهذا الموضوع. ليش؟ أصلاً نحن كنا مقترحينه. ثانياً إذا موجود مثل ما قلت لك هلا بالنص بالمادة 84 في ليش نخاف القانون بهذا الموضوع؟ ولكن مر شهور من وقت اللي مددنا، ليش مددنا؟ نحن مددنا بالأساس 11 شهر من شان البطاقة، ولا لا؟ طيب 3-4 أشهر مروا ما نعمل شيء، أصبح هذا الوقت محرج. والإصرار على رفض أيضا موضوع التسجيل، كل هذه أمور عم بتأخر الأمور أكثر وعم بتأخذ وقت أكثر. صرت خايف أنا يحصل ما يلي، يوصلونا مثلا لقبل 20 يوم، 25 يوم من أيار، وقولوا أنه والله نحن مش قادرين. المرة الماضية لما مددنا بصراحة كلية، مددنا كان الوضع الأمني مختلف في طرابلس خاصة، وكتلة المستقبل بشخص رئيسة إجا يطلب مني أنه هذا الأمر أنا ماني قادر أني أعمل انتخابات الآن، وبالتالي أنا ما كنت مستعد أبدا أني أشتغل ضد الاعتدال. وبالآخر شو سيري؟ تبنيت موضوع التمديد، كان في مبرر، أما الآن ما في أي مبرر على الإطلاق أبدا. لذلك عم نقدم نحن اقتراح قانون اختصار الولاية، لأنه عندما إذا يا حكومة أنت شايفة حالك ما فيك تخلصي، ما في تبرير، ما في مثلا نحن عم نقول من هنا لآخر الشهر، ليش؟ لأنه لآخر السنة ما فيك تمددي، ما فيك تعطي وقت لحل المجلس أكثر من 3 أشهر أو أقل من 3 أشهر، هذا نص بالقانون.
نعم. رئيس يعني اليوم الواضح الموقف انه بتقريب يعني انتخابات نيابيه قبل اواخر شهر 12، في حال ما تم التجاوب من قبل الحكومه اليوم بتشوف انه الحكومه يعني لا ما هذا الامر، هذا الامر لا يعود للحكومه، هذا الامر حل المجلس موقوف على إرادة المجلس النيابي. هذا اقتراح القانون المعجل المكرر خلال الجلسة المقبلة، مش هيدي الجلسة لأنه مش بكرة، الجلسة المقبلة. ليش؟ لأنه أنا ملتزم كلاما أمام الهيئة العامة أن لا أقبل اقتراح قانون معجل مكرر إذا أتاني على الباب، يعني إذا أتاني عشية الجلسة أو قبل 48 ساعة أو قبل 48 ساعة. لذلك ما يسري على الغير يسري على كثرتي. يعني بدون تعديلات دولة الرئيس، قانون الانتخابات الذي أقر هو ذاته، هو ذاته والبيومتري بتقولي لي شو أهمية هذا القانون؟ إذا أنا عم بالعكس أنا عم ساعد الحكومة. يا حكومة أنت إذا مش قادرة كفي بالبيومترية، أخذ القرار. كفي بالبيومترية، بتصيري أنت عندك فرصة كل سنة توزعي مليون بطاقة بدل كل شهر مليون بطاقة. والمرة بنروح وفقا لقانون الانتخاب ذاته، بس بروح كل واحد على بلده بصوت ببلده بالتذكرة أو بالباسبور، الشيء العادي ما فيها شيء، وبتضل هي ذاتها يعني نصوص القانون لم لا تتغير شيء. دولة الرئيس، سؤال حضرتك، هيدا الاقتراح القانون المعجل المكرر هو فقط قانون من كتلة التنمية والتحرير، أليس هناك من تنسيق مع كتل أخرى توافق دولة الرئيس في هذا الأمر؟ خلال الاجتماعات اللي كانت عم بتتم اكثر من كتله قالوا ايه اذا نحن ما فينا نعمل انتخابات على البيومتريكي الان فليش بروحش على تقصير المهر. بس كان في اختلاف، شيء يقول مثلا بدي اياها لشهرين، شيء يقول بدي اياها لاربع اشهر. هون حسمناها قانونا انه هي اصولا لازم تكون ثلاث اشهر. حطيتوا دائما من امر الواقع ولا يهمي. إذن استمعنا إلى مؤتمر صحفي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال أنه تقدم بقانون معجل مكرر لتعديل المادة 41 لتنتهي ولاية مجلس النواب آخر هذا العام على أن تجري الانتخابات قبل ذلك التاريخ. والآن نتابع النشرة مع تقرير عن جلسة مجلس الوزراء أمس. حوالي ثلاث ساعات استغرقها الوزراء في مناقشة جدول الأعمال المؤلف من 38 بندا عاديا برئاسة الرئيس سعد الحريري وغياب 9 وزراء، موضوعان من خارج جدول الأعمال استحوذا على الاهتمام على أبواب الانتخابات النيابية، البطاقة البيومترية وتصويت المغتربين اللذين أقرا. الموافقة على تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية. 2. الموافقة على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين على آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية. لا هلا البطاقة يعني في إمكانية تصير الانتخابات على أساسها بأيار، يعني ما في أي عائق. وهذه قاعدة الآراء. وزير التربية مروان حميدي المحمل بملفات هموم وشجون التربية أكد أنه تم تخصيص جلسة لمجلس الوزراء لبحث الوضع التربوي في لبنان على أن يعلن الرئيس الحريري عن موعد هذه الجلسة لاحقا. نعموله في تطبيق للقانون 515 اللي بيفرض على المدارس تقدم موازنات موقعة من لجان الأحياء لوزارة التربية على ضوء ببين إذا في أي تبرير، لأنه المعدل اللي نحن واصلين له أنه المدارس الخاصة معدلها زيد من 5 سنين لليوم 34%. وفي وقت وافق مجلس الوزراء على كامل بنود جدول الأعمال، إلا أن بند التمديد لعمل الكسارات غير الشرعية لمدة 2 سنين بانتظار المخطط التوجيهي لم يقر بعد مشادة كلامية بين وزير البيئة طارق الخطيب والوزير ملحم رياشي الذي استند إلى ما يحصل ببلدة تويت البقاعية ومغاورها نتيجة الكسارات. وبعد تسجيل وزراء القوات اعتراضهم على البند، تدخل الوزير نهاد المشنوق طالبا تأخير البت بالملف، إلا أن الرئيس الحريري تدخل وطلب إحالة الموضوع إلى مجلس شورى الدولة. وصل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى نيويورك على رأس وفد رسمي لتمثيل لبنان في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تحظى الزيارة باهتمام خاص نظرا إلى كونها المرة الأولى منذ 3 سنوات يتمثل فيها لبنان في الأمم المتحدة على مستوى رئاسة الجمهورية بسبب الفراغ الرئاسي الذي كان سائدا. وسيعقد الرئيس عون خلال زيارته لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة والأمين العام للأمم المتحدة على أن يلقي كلمة لبنان الخميس المقبل. وتتابعون بعد الفاصل. مياومو الكهرباء يعتصمون احتجاجا على عدم تقاضي رواتبهم. بحث مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع زواره التطورات على الساحة الداخلية مؤكدا على أهمية وحدة اللبنانيين في هذه المرحلة. أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على وحدة اللبنانيين ووحدة المسلمين حتى نستطيع جميعا أن نتعامل مع المرحلة بكل ما فيها من صعوبة. موقف المفتي نقله عنه نائب عماد الحوت الذي أكد على الثقة بالأجهزة الأمنية التي تساهم بفعالية في تأمين الأمن والاستقرار، لكن مع التشديد على بقاء الإجراءات الأمنية في إطار ما يؤمن العدالة وحقوق الموقوفين. كانت فرصة أيضا لتناول بعض الملفات، لا سيما ملف أحداث عبرة وضرورة الاختصاص من من استهدف الجيش اللبناني، لكن هذا الأمر كمان كان تأكيد على أنه في هناك طرف ثالث أوقع بين الجيش وبعض أهل صيدا، يفترض أن يكشف النقاب عن هذا الملف ويفترض أنه الإخبار الذي قدم للمحكمة العسكرية أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الإطار تحقيقا للعدالة ومعرفة للحقيقة. وردا على سؤال عن العفو العام عن السجناء أشار الحوتي لأنه ينبغي أن يدرس بعناية حتى نستطيع أن نرفع الظلم عن عدد لا بأس به من المظلومين. مفتي الجمهورية التقى النائب زياد القادري وتم خلال اللقاء استعراض زيارات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الخارجية والتي كان فيها جهد كبير ونجاح في مساعدة لبنان ودعمه إن كان على المستوى الأمني والعسكري أو على المستوى الاقتصادي والمالي أو إن كان على المستوى السياسي بشكل عام، كما نوه القادري بدور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. طبيعي ثمننا دور الجيش اللبناني ونجاحه في التصدي للإرهاب ودحر الإرهابيين، وأكدنا ونؤكد مرة جديدة على وقوفنا مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية يلي هي فعلا الضمانة لكل اللبنانيين وهي وحدة الضمانة لكل اللبنانيين. واليوم لبنان عم ينعم باستقرار على الصعيد الأمني وبجو سياسي رايق وبناء هو نتيجة جهد الأبطال من الجيش اللبناني وكافة الأجهزة الرسمية الأمنية في حماية لبنان وفي نشر الطمأنينة بين اللبنانيين. كما استقبل المفتي دريان رئيس المركز الثقافي الإسلامي عمر مسيكي. أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي أن المدارس والثانويات الرسمية كافة جاهزة لاستقبال التلاميذ اللبنانيين أو من أم لبنانية، وأكد أن هناك مقعدا لكل تلميذ لبناني، وكلف المناطق التربوية ومديريات التعليم السهر على متابعة تسجيل اللبنانيين وحل أي مشكلة تعترضهم. وكان حميد قد حضر اجتماعا للجنة التربية النيابية برئاسة النائب بهية الحريري للبحث في الشؤون التربوية بمناسبة بدء العام الدراسي. هدد في اعتصام نفذوه أمام مقر شركة دباس، هدد العمال المياومون واجبات الإكراء في شركة كهرباء لبنان بتصعيد تحركاتهم في حال عدم الحصول على رواتبهم. مرة جديدة عاد العمال المياومون واجبات الإكراء إلى الشارع، وهذه المرة إلى أمام شركة دباس جسر الفيات، حيث اعتصموا وقطعوا السير على الأوتوستراد أمام مبنى الشركة لوقت قصير مطالبين بدفع رواتبهم المستحقة عن شهر آب. وانضم إليهم متضامنا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي أكد أنه إذ لم نصل إلى نتيجة إيجابية سنصاعد ونتحرك لتحقيق المطالب. هلأ نحن ببداية عام دراسي، هل يجوز أن نحرم العامل والمياوم والجابي من أدى حقوقه اللي هي معاشه؟ هو اليوم أمام عام دراسي جديد، شو بنقول له؟ هيدي الأزمة بحاجة لحل، هيدي الأزمة بحاجة لحل، إنما منلاقي المسؤولين بعالم آخر،
نتحجج بالتجديد للشركات. طيب مجدد للشركات كيف بيعيشوا الناس؟ جينا اليوم أمام شركة دباس لنطالب بالرواتب المتأخرة عن شهر آب، وهذا المشهد سيتكرر بشكل يومي إذا لم تدفع شركة دباس الرواتب بالقريب العاجل لكافة العمال. ونحن أتينا اليوم سنضرم الإطارات إذا لم يتجاوب إدارة الشركة مع رئيس الاتحاد في هذا الصدد، ونطالب كافة المرجعيات الدينية والسياسية التي زرناها بحل قضية المهمومين العالقة منذ سنوات، ونطالب بتنفيذ القانون الذي صدر لإنصاف العمال المهمومين وجوبات الإكراء بروحيته التي صدر من أجلها. الحل لهذه المشكلة عودتنا إلى مؤسسة الأم، تثبيتنا بمؤسسة الأم اللي هي كهرباء لبنان، غير هيك ما في حل. آخر همنا كل شيء اسمه مقدمين الخدمات، خدمنا معا بزيادة بكفي هالقد. من هنا من أمام هذا المبنى حتى نأخذ وعود صادقة وموثوقة بأن تدفع الرواتب، وإن لم يتجاوبوا معنا نحن متجهين إلى التصعيد. وأكد المعتصمون أنهم سيساعدون تحركهم في حال لم يحدد موعد لدفع الرواتب. قدمت شركة كارادنيز التركية لتوليد الطاقة شرحا للإعلاميين اللبنانيين عن عمل بواخر الكهرباء في لبنان تحت عنوان دحض الاتهامات الموجهة إليها، ملوحة باللجوء إلى القضاء إذا استمرت ما سمته الحملات عليها. خرجت شركة كارادنيز عن صمتها تجاه ما يكال إليها من اتهامات بحسب رئيس مجلس إدارتها أورهان كارادنيز، الذي لوح باللجوء إلى القضاء في حال وجهت إلى الشركة افتراءات جديدة كما يقول. كارادنيز الذي قدم شرحا مفصلا عن عمل البواخر أوضح أن تكلفة كيلوات الطاقة من البواخر في لبنان هي بين 11 و12 سنت، بينما تكلفة الطاقة السورية هي بين 14 و15 سنت، وأضاف إن البواخر يمكن تأمين خلال أشهر فقط، بينما بناء محطات الكهرباء يأخذ ما بين 4 و5 سنوات. وشدد أورهان كارادنيز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى الشركة في اسطنبول على أن لبنان تمكن من توفير 350 مليون دولار في 5 سنوات من خلال البواخر مقارنة باستجرار الطاقة من سوريا، ووفر أيضا 75 مليار دولار مقارنة بالمولدات الخاصة. وأكد كارادنيز تطبيق كامل القوانين والأنظمة اللبنانية، إضافة إلى تأمين الشركة ل 150 فرصة عمل للبنانيين بالإضافة إلى 1000 وظيفة غير مباشرة. ورأى كارادنيز أن البعض في لبنان يقول أن الثمن في غانا أرخص من لبنان، وهذا أمر غير صحيح، ولبنان هو أرخص بلد يأخذ الطاقة من شركة كارادنيز. وفي ختام المؤتمر جزم كارادنيز أن لا سمسرات ولا عمولات في بواخر الطاقة في لبنان. في فندق لرويال إطلاق تركيبة كوانتوم الوقود الجديد من IPT والذي يساهم في خفض الانبعاثات الملوثة. في خطوة متطورة أطلق مركز IPT للطاقة تركيبة منتج البنزين العصري كوانتوم المتميز بمساهمته الفعالة في خفض الانبعاثات الملوثة، وذلك خلال منتدى بيروت الدولي الثامن المنعقد في فندق لرويال الضبية. المنتدى الذي عقد بعنوان قطاع النقل البري وتلوث الهواء في لبنان 2016 حضره ممثلون عن وزارات البيئة والإعلام والطاقة والمياه وخبراء من المنظمات المحلية والدولية. بما أنه موضوع حماية البيئة بده دائما بعض المحفزات، اشتغلت وزارة البيئة على نوعين من المحفزات. المحفز الأول هو على صعيد الموازنة، مشروع قانون الموازنة. بمشروع قانون الموازنة انقرض وقت بتقطع الموازنة في مادة بتتعلق بالسيارات الهجينة والسيارات الكهربائية لجهة إعفائها من الجمرك. المبادرة الثانية هي اللي لاحظها قانون حماية البيئة، القانون 444 سنة 2002، خصص مادة لموضوع المحفزات الجمركية لكل نشاط بيساهم بحماية البيئة أو بقضاء على التروس. وخلال المنتدى نظمت 3 ورش عمل في مجال الحفاظ على الطاقة والحد من التلوث البيئي الناجم عن استخدام مصادر الطاقة وتشجيع حلول الطاقة النظيفة والبديلة والمتجددة، وتم عرض فيلم وثائقي عن منتج البنزين الجديد كوانتوم. أعاد عناصر الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع على مرحلتين في مبنى سراي زحلة، والذي أدى إلى اشتعال أوراق في الدائرة المالية.
وقد عملت عناصر الدفاع المدني على إخلاء المبنى وإنقاذ 19 شخصا من عناصر قوى أمنية وموقوفين وإخلائهم من المكاتب وعن الأسطح بواسطة السلالم. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. أقوى جيوش العالم تناور قرب كوريا الشمالية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. بري يعلن تقديم اقتراح قانون معجل لإنهاء ولاية مجلس النواب نهاية هذا العام وإجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ. المجلس الدستوري ينظر في الطعن بقانون الضرائب بعيدا عن الأضواء وجلسة ثانية الأربعاء. والقضاء العراقي يصدر أمرا لوقف استفتاء كردستان وسط تهديدات إيرانية ومناورات تركية. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا بإيقاف استفتاء كردستان بناء على طلب تقدم به رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. قبل أقل من أسبوع على استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، ارتفعت أصوات دول الجوار معتبرة أنه يشكل خطرا على أمن المنطقة واستقرارها وسيؤدي إلى أعمال عنف. وكان اللافت إصدار المحكمة الاتحادية العراقية أمرا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان في الإقليم والمناطق المشمولة به مؤكدة أنه غير دستوري. في المقابل الرئيس العراقي فؤاد معصوم وبعد لقائه وفدا تركمانيا أكد السعي إلى مخرج لأزمة استفتاء استقلال الإقليم وتهيئة أرضية مناسبة يستند عليها الحوار للوصول إلى مخرج حقيقي للأزمة الحالية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر أن استفتاء إقليم كردستان سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة تنظيم داعش داعيا إلى احترام السيادة وسلامة العراق. إيران دخلت على خط الأزمة مهددة إقليم كردستان العراق بإقفال كافة المعابر الحدودية معه في حال أجرى الاستفتاء. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن انفصال كردستان عن العراق سيشكل نهاية للاتفاقات الأمنية والعسكرية مع هذه المنطقة وسيخلق ظروفا معقدة وصعبة لكردستان. وسط هذه الأجواء رد المجلس الأعلى للاستفتاء بالإقليم على التهديدات والمواقف بالتأكيد على أن عملية الاستفتاء ستستمر ومشددا في الوقت نفسه على استمرار الحوار مع كافة الجهود الدولية. وقال إن وفدا منه سيتوجه إلى بغداد لإجراء مباحثات خلال اليومين المقبلين سعيا لاحتواء الأزمة. إلى ذلك بدأت القوات التركية مناورات على حدود الإقليم. وقال الجيش التركي في بيان إن عملياته التي تستهدف الجماعات المتشددة في منطقة الحدود مع العراق ستستمر في نفس الوقت مع المناورات، وقد انتشرت 100 آلية عسكرية من بينها دبابات على الحدود العراقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كتائب الأسد اجتازت الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور بدعم من القوات الجوية الروسية. في المقابل وصلت تركيا تحضيراتها لعملية إدلب وأرسلت تعزيزات كبيرة إلى حدودها بحسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات أستانا الأخيرة. المزيد من التعزيزات والإمدادات العسكرية أرسلها الجيش التركي إلى قواته المتمركزة في ولاية هاتاي جنوب البلاد المتاخمة للحدود السورية. وتحمل القوافل تعزيزات وإمدادات تتضمن معدات طبية وعسكرية، ووصلت من وحدات مختلفة من الجيش ومرت من قضائي اسكندرون وخاصة قبل وصولها إلى خط الحدود مع سوريا. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الدول الضامنة في محادثات أستانا توصلها إلى اتفاق حول خفض التصعيد في محافظة إدلب، يتضمن نشر كل من تركيا وإيران وروسيا مئات الجنود حول المحافظة كقوات مراقبة. وأكدت الخارجية التركية أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين النظام والمعارضة ومراقبة الخروج المحتملة لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن إعلان منطقة خفض التوتر يشكل الحلقة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في أيار الماضي خلال مباحثات أستانا بين الدول الضامنة. أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون مجددا التزام بلديهما بتجنب وقوع نزاعات
أثناء تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا وتخفيف مستوى العنف الدائر هناك. وفي بيان صدر عقب لقاء جمعهما في نيويورك، شدد الجانبان على تهيئة الظروف لتحريك عملية جنيف وفقا للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي. نشرت شبكة سكاي نيوز البريطانية الصور الأولى للمشتبه به الذي احتجزته الشرطة على خلفية التحقيقات في التفجير الذي استهدف مترو الأنفاق في لندن قبل أيام وخلف عشرات الإصابات. والمشتبه به لاجئ سوري يدعى يحيى فروخ كان قد حصل على حق اللجوء في بريطانيا في العام 2014 وتم مداهمة مسكنه في حي ستانويل في جنوب غرب لندن، وهو أحد أحياء العاصمة الفخمة الذي قدمته الحكومة له بعد حصوله على اللجوء. رأى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها، وبدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب وتدخل بالشؤون الداخلية لدول المنطقة. الجبير وبعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك نفى أن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة في حل الأزمة مع قطر. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بحث مع الجبير التطورات الأخيرة في اليمن وسوريا والعراق وميانمار، كما التقى نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. أصيب يهوديان متشددان واعتقل 8 آخرون خلال صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في حي شعاريم الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية. وذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت أن الصدامات اندلعت على إثر تظاهرة نظمها المتشددون اليهود في القدس احتجاجا على قرار قضائي صدر الأسبوع الماضي يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية. أقوى 3 جيوش في العالم تجري مناورات قرب كوريا الشمالية. وسط تصاعد التوتر مع بيونغ يونغ على خلفية تجاربها الباليستية والنووية المتكررة في الآونة الأخيرة، أطلقت أقوى 3 جيوش في العالم الأمريكي والصيني والروسي مناورات قرب كوريا الشمالية. وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أعلنت أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفتين ومقاتلات F-35 خلال تدريبات على القصف الجوي مع كوريا الجنوبية فوق شبه الجزيرة في استعراض للقوى ضد كوريا الشمالية. وأوضح مسؤول في الوزارة أن القاذفتين انطلقتا من جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي، بينما انطلقت المقاتلات من اليابان وانضمت إليهم مقاتلات من كوريا الجنوبية. وتأتي المناورات الأمريكية مع كوريا الجنوبية في وقت بدأت الصين وروسيا مناورات بحرية قرب كوريا الشمالية أيضا. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن التدريبات المشتركة ستجري في أقصى شرق روسيا في مكان ليس بعيدا عن حدود روسيا مع كوريا الشمالية. وتمثل هذه المناورات الجزء الثاني من التدريبات البحرية الصينية الروسية هذا العام، وجرى الجزء الأول في بحر البلطيق في تموز الماضي. وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخا فوق اليابان يوم الجمعة الماضي، وأجرت 6 وأقوى تجاربها النووية في 3 أيلول الحالي في تحد للضغوط الدولية. بعد الفاصل في الاقتصاد. الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والأسهم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي. والآن صفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. أهلا بكم. أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن حكومة المملكة العربية السعودية وضعت مجموعة من الأوعية التمويلية المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. ماذا في التفاصيل؟ في الوقت الذي يأمل فيه المسؤولون في المملكة العربية السعودية أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام، في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة.
وعلى هامش ملتقى بيبان في السعودية المنعقد في الرياض، قال الوزير السعودي إن الحكومة وضعت مجموعة من الأوعية التمويلية المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها صندوق الصناديق بقيمة 4 مليارات ريال الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء في أغسطس آب 2016، ويتم حاليا تشكيل مجلس إدارته. الدولة خصصت مبالغ ووجهت مبالغ فعلا فدعمت صندوق التنمية الصناعي، أضاف زودت الأسمال والصناديق الأخرى، أيضا هناك دعمت استراتيجية المعادن في البلد، فهناك الحقيقة في حراك في كل الأوجه، ونأمل أنه إن شاء الله هذا الحراك بجهود الزملاء وبجهود العاملين وبجهود كل فريق العمل إن شاء الله يحقق كل أمال وطموحات المواطنين. ووضعت أيضا الحكومة السعودية برامج تمويلية أخرى مثل برنامج كفالة وبرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية، ما يمكن رواد الأعمال الجدد من الحصول على التمويل المطلوب. سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في 8 أسابيع مقابل الين الياباني، مدعوما بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي يترقب فيه متعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا أي البنك المركزي الذي يبدأ غدا لاستشفاف ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام أم لا. وسجل الدولار أفضل أسبوع منذ نوفمبر تشرين الثاني مقابل العملة اليابانية الأسبوع الماضي، وكسب 2.8%، وزاد الإقبال على العملة بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، في حين أظهرت بيانات زيادة أسعار المستهلكين مما جدد التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في كانون الأول المقبل. وعزز الدولار تلك المكاسب اليوم مع تسجيل الأسهم العالمية مستويات قياسية، وهبط اليورو 0.1% إلى دولار 19.24 ليظل أقل من أعلى مستوى في 2.5 العام عند دولار 20.92 الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر. ارتفعت أسعار الخام الأمريكي فوق مستوى $50 للبرميل، واقتربت من أعلى مستوياتها في شهور التي سجلتها الأسبوع الماضي، مع تراجع عدد حفارات النفط واستمرار استئناف العمل في محطات التكرير بعد الإعصار هارفي. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع قدره 10 سنتات أو ما يعادل 0.2% إلى $49.99 للبرميل، وبذلك بعدما تجاوزت في وقت سابق $50 واتجه صوب أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر الذي بلغه يوم الخميس عند $50.50. وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برانت 4 سنت إلى $55.66 للبرميل، وهو مستوى غير بعيد عن $55.99 للبرميل الذي سجل يوم الخميس. وتستأنف محطات التكرير على طول خليج المكسيك والكاريبي العمل بعد إغلاق بفعل الإعصارين هارفي وإرما. ومن النفط إلى الذهب، حيث انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع صعود الدولار والأسهم، في الوقت الذي تضرر فيه المعدن أيضا من احتمالات تشديد السياسة النقدية في أمريكا قبيل اجتماع البنك المركزي. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى $1,315 للأونصة، وذلك خلال الجلسة، وسجل الذهب 1,314 وهو أقل مستوى منذ 31 آب. ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في أمريكا تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5% إلى $1,319 للأونصة، وتتابع السوق عن كثب اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس البنك المركزي الأمريكي الذي يبدأ غدا ويستمر يومين، ومن المتوقع أن يكشف عن خطط لخفض قوائمه المالية، في حين سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في مسعى لتطبيع السياسة المالية. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد والمال، إلى اللقاء. بعد الفاصل في الرياضة، سلوفينيا تتوج بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة. والصفحة الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. توج منتخب سلوفينيا بلقب بطل أوروبا لكرة السلة بفوزه على منتخب صربيا بفارق 8 نقاط وبنتيجة 93-85 بنهائي بطولة كأس أمم أوروبا يلي أقيمت بإسطنبول. وشهد اللقاء صعود ونزول من جانب الطرفين،
فتقدم منتخب سلوفينيا بالنصف الأول من اللقاء لم يستمر مع ربع الثالث يلي حاول من خلاله منتخب صربيا تمالك نفسه والعودة إلى المنافسة، لكن محاولاته هيدي لم تكن على قدر طموح جماهيره، ومن بعدها استطاع رجال منتخب سلوفينيا من حسم النتيجة لصالحهم والفوز باللقب. وكانت إسبانيا قد حلت بالمركز الثالث على مستوى أوروبا بعد فوزها على روسيا بنتيجة 93-85 أيضا بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. إلى أخبار الفوتبول، حيث ذكر نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني أنه لاعبه الفرنسي الجديد عثمان ديمبلي راح يغيب عن الملاعب لمدة راح تتراوح بين 3 شهور و4 شهور بعد إصابته بمباراة فريقه ضد ختافي. وأكد النادي ببيان له أنه اللاعب عم بيعاني من تمزق بوتر العضلي لفخده الأيسر وراح يخضع لعمل جراحي بفنلندا خلال هالأسبوع. وتعتبر إصابة اللاعب الفرنسي اللي خاض مباراته الثانية على التوالي أساسيا مع برشلونة والأولى بالدوري الإسباني ضربة قوية لنادي البارسا. ورح يغيب ديمبلي أيضا عن المبارتين الأخيرتين للمنتخب الفرنسي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 ضد بلغاريا ب 27 أول مقبل و10 أيضا من نفس الشهر ضد بيلاروسيا. قال أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال أنه فريقه كان بيستحق الفوز على تشيلسي خلال المباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي مبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأضاف فينجر: كنا في حالة تركيز ولدينا هدفا واحدا، حاولنا أن نهاجم وكنا قريبين من الفوز، كانت مباراة حيوية بالنسبة لنا، حتى النتيجة كانت جيدة وخرجنا بأداء قوي، لو كان لدينا المزيد من الحرية لربما كنا قد فزنا بهدف أو هدفين. بدوره أكد مدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي أنه فريقه سقط بفخ التعادل أمام فريق كبير مثل أرسنال، لذلك الوضع ليس سيء، لكنه كشف أن المرة الثالثة على التوالي يلي ما بيكمل فيها اللقاء بكامل تشكيلته أمام الجانرز متسائلا لماذا. وقال كونتي: كانت مباراة جيدة ومفتوحة وكلا الطرفين حاول الفوز، فكلا الفريقين كبار، إنه تعادل جيد ونأمل أن نكون أكثر حظا في المستقبل. إلى إسبانيا، حيث أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان عن سعادته بعد فوز فريقه على ريال سوسيداد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليغا. زيزو قال: أنا سعيد بالفوز على ريال سوسيداد لأننا بدأنا في تصحيح النتائج الأخيرة المخيبة. هذا الفريق ما زال يملك جوع كبير لتحقيق النجاحات وأثبتنا ذلك في هذه المباراة. وعن هدف بيل قال: أنا سعيد من أجله، فهو كان بحاجة للتسجيل، أيضا قام بعمل كبير في الدفاع وعلينا مواصلة اللعب بهذا المستوى، وما يهم بالإضافة للنتيجة هي الطريقة التي حققنا بها الفوز. إلى عالم السرعة، حيث نجح البريطاني لويس هاملتون الخروج منتصر بمعركة سباق سنغافورة الكبرى إذ خطف صدارة السبق بعد حادثة التصادم يلي أدت إلى خروج ثنائي فراري كيمي رايكونن وسيباستيان فيتيل والسائق ريد بول ماكس فيرستابن. فمع انطلاق السبق تعرض فيتيل لصفعة قوية من خلال اصطدام كل من فيرستابن ورايكونن بسيارته بعد انزلاء الفنلندي. ومن جهة أخرى، صدمت سيارة فراري وريد بول بعد انزلاء الأول بسيارة فرناندو ألونسو يلي خرج من السبق بعد لا ينسحب الثنائي مباشرة أيضا، فيما تبعهم فيتيل بعدها بدقائق قليلة. ومن بعد تابع هاملتون السبق على الرغم من دخول سيارة الأمان عدة مرات وخسارته للفارق مع ريكاردو، لينجح هاملتون بالأخير إلى إنهاء السباق وتوسيع الفارق من جديد. بدي أذكر أنه هذا الفوز هو الثالث لهاملتون بسنغافورة والتاسع بموسم عام 2017 لينجح بتوسيع الفارق مع منافسه الألماني فيتيل إلى 28 نقطة. وحل ريكاردو بالمركز الثاني ليصعد إلى منصة التتويج للمرة السابعة هالموسم، وقد نجح زميل هاملتون بالفريق فالتيري بوتاس بالحصول على المركز الثالث. ختام نشطنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. بري يعلن تقديم اقتراح قانون معجل لإنهاء ولاية مجلس النواب نهاية هذا العام وأجرى الانتخابات قبل هذا التاريخ. المجلس الدستوري ينظر في الطعن بقانون الضرائب بعيدا عن الأضواء، جلسة ثانية الأربعاء. القضاء العراقي يصدر أمرا لوقف استفتاء كردستان وسط تهديدات إيرانية ومناورات تركية.
وفي الاقتصاد، الحكومة السعودية تضع مجموعة أوعية تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الرياضة، هاملتون يخطف الفوز في سنغافورة بعد حادث مأساوي لثنائي فيراري. نهاية النشرة، إلى اللقاء. الشيخ سعد الحريري الذي قدم كامل الدعم